بكم إلى موجز أحداث فلسطين على قناة الحدث الإفريقي. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن الأسير وجيه بلعون من بلدة عنبة شرق الكرم بعد أن أمضى 21 عاماً في سجونها، آخرها سجن النقب الصحراوي منذ اعتقاله عام 2002. وأقامت حركة فتح إقليمة الكرم وعنبة استقبالاً جماهيرياً حاشداً لأبو العون لدى وصوله مسقط رأسه بلدة عنبة. ونقل أبو العون رسالة الأسرى قائلاً: رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، إلا أنهم يتمتعون بعزيمة ووحدة وطنية عالية، مشدداً على أنه لابد أن تبقى قضية الأسرى على سلم الأولويات في المحافل الدولية كافة حتى الإفراج عنهم جميعاً. شارك آلاف المواطنين في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء بمسيرات ووقفات احتجاجية تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت المسيرات والوقفات بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى تحت شعار مسيرات الغضب للتنديد بجريمة الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها في جنين وراح ضحيتها 6 شهداء وأكثر من 26 جريحاً بينهم إصابات خطيرة. حطم مستوطنون مساء يوم الثلاثاء مركبة بعد اقتحامهم منطقة خان شاهين في البلدة القديمة بالخليل. وقال الناشط عماد أبو شمسية إن مستوطنين اقتحموا حارة خان شاهين وحطموا مركبة وحاولوا الاعتداء على مسجد السنية فيها. أدان رئيس الوزراء محمد شتية المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين مساء يوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها 6 شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لاستهداف المنازل وتخريب الممتلكات. وطلب أشتية الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف المجازر المتنقلة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء شعبه. كما دعا أشتية المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وعن جميع الجرائم المرتكبة وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب. إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز، شكراً على المتابعة، إلى اللقاء.